التحدي في موضوع المنتج هو تحدي مؤسسي أكثر من أنه تحدي فني، تمام؟ التحدي المؤسسي معناته تسجيل المؤسسة، توظيف المكتب، الأجهزة، يعني كل ما يتعلق في موضوع ما قبل الوظيفة وبعد الوظيفة، ما قبل الوظيفة التأسيس، وما بعد الوظيفة موضوع الدعم الفني، التنظيم الإداري، المتابعة. يعني من ضمن التحديات الموجودة برضو موضوع يعني بعض الممولين لازم يكون واضح عندهم أن التمويل ما يكون شهر، يعني المفروض يكون أقل شيء 6 شهور أو سنة، تمام؟ هذا واحد. اثنين، فضل المنازعات الموجودة ما بين الموظفين وبين الإدارة. وأهمها، أهم نقطة، موضوع تأخير الرواتب مثلا، هذا خصوصا في المؤسسات يعني عاملة مشكلة، تمام؟ طيب، الجانب يعني لازم يكون فيه برضو دعم للمؤسسات هذه، سواء كان من جهة اجتماعية، من جهة إنه يكون في أخصائيين اجتماعيين للمبرمجين اللي ممكن يكون قد يواجه مشكلة اجتماعية، لأنه أغلب المبرمجين بسبب عمله هو بعيد عن الاختلاط بالمجتمع، فهذا الشيء بيسبب له تحديات اجتماعية، فلا بد يكون في توعية، توجيه، إنه صحيح الشغل البرمجي مهم، ولكن الحياة الاجتماعية برضو أهم. يعني الناس لابد نوصل لمرحلة إنه أنت تشتغل عشان تعيش، مش تعيش عشان تشتغل، تمام؟ هذا على الصعيد الوظيفي التوعية، وعلى الصعيد الإداري موضوع المالي، تمام؟ موضوع المالي هذا موضوع لازم يكون فيه محامي بيراقب الوضع، بينتبه لحقوق الناس، بينتبه إنه الناس والله استلمت رواتبها أول بأول، ما في أي تأخير. لو في إشكالية عند الشركة نحاول نساعدها إن هي تتجاوز الموضوع هذا، موضوع القروض، ممكن نوفر لها ونيسر لها يعني فرص للقروض، فرص سواء كانت محلية أو غير محلية، تمام؟ وبهدف إنه الموظف لو تأخر راتبه المنتج حيتضرر، المؤسسة حتضرر، كل شيء حيتضرر، كل شيء حيوقف، تمام؟ فهذه هي التحديات اللي موجودة، واللي هي في الأساس من بعد المنتج هو لازم يكون في حرص والتزام.